يا بنت بلادي عشقوني عيني، يا بنت بلادي عشقوني عيني، وغيري عارفه عشقوني عيني، وغيري عارفه حبيبتي أبي يا بنت بلادي. D'être ici présent parmi vous pour participer au nom de monsieur Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, à cet événement et à sa journée spéciale dédiée à la promotion de la richesse culturelle et touristique de Shanxi sur le thème Civilisation chinoise ancienne, beaux paysages de Shanxi. L'événement d'aujourd'hui tire son inspiration de deux idées fondamentales. La première est celle de la coopération multidimensionnelle, comme annoncé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à la clôture de sa visite historique en République populaire de Chine au printemps 2016. La seconde est l'idée lancée à cette époque par Son Excellence le Président chinois Xi Jinping concernant la nouvelle route de la soie. Il reliera à nouveau l'Asie et l'Afrique, signifiant ainsi son passage par divers pays arabes, lançant un dialogue continu du sud au sud et d'est en ouest, de la Chine au Maroc et du Maroc à la Chine. Aujourd'hui, ta province est en train d'opérer une transition vers un développement vert. Donc, la province a devant elle de très belles opportunités de développement. Comme vous le savez sans doute, aujourd'hui, nous assistons à une dynamique ascendante dans nos relations bilatérales. Presque tous les jours, nous avons des informations concernant une forte mobilité humaine. Nous assistons à un investissement important des entreprises chinoises au Maroc, en particulier dans le secteur de l'énergie renouvelable et aussi dans l'industrie automobile. رئيس ملتقى الرباط لإحياء الموروث الثقافي والفني. فتواجدنا اليوم في المركز الثقافي الصيني راجع للشراكة اللي كتجمع ملتقى الرباط لإحياء الموروث الثقافي والفني مع المركز وكذلك مع سفارة الصين الشعبية. فإلا لاحظتوا أن مؤخرا المركز الثقافي نهج واحد الاستراتيجية ديال التعريف بمجموعة ديال المناطق في الصين لتشجيع السياحة في هاد المناطق. اليوم كاين المنطقة ديال تشانسي المعروفه بتراثها وحضارتها وبمجال السياحه كذلك. فانا النداء اللي تنوجه للمسؤولين عندنا وكذلك سورتو لي زاجون دو فواياج ان لاحظتوا ان كاين اقبال كبير ديال السياح الصينيين في بلادنا مؤخرا. فلو ان تكون واحد الاستراتيجيه ديال يعني نخطوا لهاد الزيارات ماشي تكون زيارات اعتباطيه، لان حتى بلادنا الحمد لله كتزخر بمجموعه ديال المواقع اللي تستحق الزياره، وهما اللي كيزوروا لواحد الماكان تيزوروا بدراسه وبدقه، ويعني كيحاولوا انهم يستافدوا من داك التجربه ديالنا. فمره اخرى كنشكر الاخوان الصحفيين على التتبع ديالهم على هاد المجال الثقافي ولا بغينا نقولوا الحضاري. وهذه رساله كذلك كما كنقول دائما للاخوان اللي في بعض الجمعيات ان نحاولوا نبنيو شراكات مع في اطار الدبلوماسيه الموازيه، ما نبقوش نشتغلوا في الاطار الجمعوي الضيق، نحاولوا نخرجوا تكون ذاك العمل او الدبلوماسيه الموازيه في المجال الثقافي، لان كاين كثير ما بامكاننا نقدموه لبلادنا في هذا المجال هذا. اليوم كنجتمعوا في المركز الثقافي الصيني في الرباط لاستقبال وفد عن حكومه مقاطعه شانسي. هذه الزياره ديال الوفد الحكومي الصيني كتجي في اطار ديال تقويه العلاقات المغربيه الصينيه، خصوصا بعد الزياره الساميه لصاحب الجلاله
الملك محمد السادس سنة 2016، وكتجي أيضا في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية الصينية، خاصة في ظل العمل الديناميكي التي تقوم به والتي تسهر عليه السفارة الصينية تحت إشراف السفير الصيني لي تشانغلين. اليوم كنحضر انا وطلاب الشباب نيابه عن عصبه الشبيبه المغربيه الصينيه باش نمثلوا صوت الشباب المغربي الذي يعمل جاهدا لتطوير العلاقات الشبابيه بين المغرب والصين، خاصه على مستوى معاهد كونفوشيوس في الرباط والدار البيضاء وطنجة، وكذلك على مستوى الجامعات الصينيه. أظن أن تاريخ العلاقات المغربية الصينية هو يمتد قبل استقلال البلدين، هو كيمتد منذ زيارة الرحالة الصيني المغربي ابن بطوطة، وكذلك زيارة الرحالة الصيني وانغ داروان اللي كان زار السواحل المغربية قبل القرن 14. فإذن أظن أنه في ظل الثقافة ديالنا كنشوفوا عدد من العناصر الصينية، وكذلك في ظل الثقافة الصينية كنشوفوا عدد من التواجد المغربي العريق في داخل الصين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.